بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ورأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمت على أبيك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تمنعنا على يوسف له لا نصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ويلعبنا له لا حافظ. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا فاردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرماه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصالحين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ودولف يا سيدها لدى الهال. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم. يوسف أعرض عن هذا فاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسفة في المدينة مدينة عزيز تراد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في غلال مبين.
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم التكاتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبر قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستحصن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما يراني عصير خمرا وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من طير نبئنا بتأويله إنا نراك من المسلمين قال لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خيرون أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من فضل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فيسقل الطير من رأسه وهي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان به فلبث في السجن بالعسر وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ يا أيها الملأ اختوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتحويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد ربعة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم حصروه في سهوله إلا قليلا ما تأكلون ثم يأتي من بعدك بعد ذلك شداد كل ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألك ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خدمكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه من الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخذ بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا نفس أمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به يستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين قال اجعلني على خزائن إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتنها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا أجر المصيرين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف
فدخلوا عليه فعرفهم ولما جهدهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم ألا ترون أنه في الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا نقتل أخانا نقتل وإنا له لحافظ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخينا قبل فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيد البعير ذلك كيدك يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكلوا ولما دخلوا من حيث أمره أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فإنه له علم لما علمه ولكن أكثر الناس لا يعلم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك الذي جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئتم لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه كنتم كاذبين قالوا جزاؤه وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من شاء وفوق كل ذي عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إننا له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنه إذا لظالم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيجا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فقدتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحزن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى فقولوا يا أبانا إنك سرقت وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلي والحكيم فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف فهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد حسرت الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فعلى وجه أبي
بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. قالوا تالله إنك لفي غدانك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وقبلوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من البعد أن نرد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني لم تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب أوحيه إليه وما كنت لديهم استمعوا أمره وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إلا ذكر للعالمين. فكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا من تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشكرون. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فيحرضوا كيف كان الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعجلوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصه عبرة للألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون.